مشاهدينا دعونا عبر زوم من فلوريدا نتابع مع دكتور فاضل اليونس وهو باحث في الشأن الأمريكي والشرق الأوسط الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام 2022. يعني دكتور فاضل في كثير من استطلاعات الرأي نجد تقارب فيما بين المرشحين في النسب، فيما ترجع هذا التقارب؟ حياتي الدكتور، حياتي الملكيه ومشاهدك الكرام، هذا التقارب هو ناتج من تباعد السياسه لكل المرشحين، فكل المرشحين يستهدفان طبقه واسعه من الشعب الامريكي، وخاصه ان دونالد ترامب يركز على الملف الاقتصادي وملف الهجره والحدود بالاضافه الى ملف الامني، اما في الجانب الاخر فان كاميلا هارتس المرشحه الحزب الديمقراطي فانها تركز على الحريات والاقليات وتركز على حقوق المراه وحقوق الإجهاض. هذا استقطب الكثير من الشعب الأمريكي، وخاصة إذا عرفنا أن الأغلبية المصوتين هي للنساء أو النساء، أما في الجانب الآخر الذي تم استقطابه من جانب الحزب الجمهوري برئاسة دونالد ترامب هم من الأغلبية الرجال، أي أن وذاك هناك تقارب كبير وإلى حد يبلغ فاصلة 3 إلى فاصلة 5، وهذا يقع ضمن الخطأ المحسوب اللي هو 3%، أي أن كل المرشحين لديهم فرصة كبيرة للفوز أو فرصة متساوية تقدر ب 50-50. طب دكتور، هل تتوقع رؤية فجوة بين الجنسين في هذه الانتخابات؟ هناك فجوة بسبب كما قلت لك كاملا هارس تستهدف في حملتها التركيز أو الحزب الديمقراطي يستهدف على حقوق المرأة والإجهاض، هذا أدى إلى استقطاب كبير إلى النساء على عكس الحزب الجمهوري يركز على الاقتصاد ويركز على الهجرة والحدود وفتح الحدود، مما أدى إلى استقطاب الرجال في هذه الفترة. ولكن هناك تغيير في على مستوى المجتمعات الأقليات، على مستوى المجتمع اللاتيني هناك ما زالت الكفة تميل إلى الحزب الديمقراطي، ولكن هناك تقريبا 6% قد مالوا إلى المرشح الجمهوري دونالد ترامب، كما أن الشريحة المجتمع ذوي البشرة السوداء أيضا هناك شريحة لا بأس بها قد مالت إلى المرشح الجمهوري، كل هذا بسبب الظرف الاقتصادي الذي تمر به الولايات المتحدة الأمريكية. هل فقط الضغط الاقتصادي أم لأن ترامب بيمثل حزب محافظ وهم ليسوا مثلا مرحبين بقانون مثل قانون الإجهاض وخلافه؟ الملفات كثيرة في على الساحل في الانتخابات الأمريكية، الملف الاقتصادي، ملف الهجرة، ملف حقوق المرأة والإجهاض، ولكن الآن يتصدر بصورة عامة يتصدر الملف الاقتصادي. كما تعلمين أن حقوق الأقليات أو حقوق المرأة تأتي بعد الملف الاقتصادي، إذا كانت هناك رخاء اقتصادي تبرز هذه الملفات، أما إذا كان هناك تدهور اقتصادي أو ضعف القدرة الشرائية فإن الملف الاقتصادي سيتقدم ينجذب إليه الكثير من شرائح المجتمع سواء كان على جنس المرشح أو على المجتمعات ذات الدخل المحدود أو المجتمعات في الطبقة الوسطى، وخاصة هذه الطبقة تضم كثير من المجتمعات اللاتينية والمجتمعات ذات البشرة السوداء. طيب، يعني تابعنا منذ بداية الحملات الانتخابية كثير من استطلاعات الرأي التي تجعل كفة مرشح تميل أكثر عن الآخر، إلى أي مدى يمكن أن نعتمد على هذه الاستطلاعات برأيك مع حالة الاستقطاب العامة الموجودة الآن في المجتمع الأمريكي؟ هذه الاستطلاعات الرأي كانت متقاربة جدا لآخر يوم أمس، الاستطلاعات كانت تشير تقدم سواء كان دونالد ترامب أو كاملا هاريس بمقدار فاصلة ثلاثة، هذه الثلاثة تقع في ما يسمى ضمن المارجن أوف إيرور أو ضمن الخطأ في الحسابات، الخطأ في الحسابات تقريبا 3%، أي أنها ما زالت لا تعد ولا يعتمد عليها، لأن هناك ما زال 3%، ولكن تقدم سواء كان لكاميلا في بعض الاستطلاعات أو دونالد ترامب هو فاصلة ثلاثة، أي أننا لا نستطيع الاعتماد بصورة كبيرة على هذه الاستطلاعات. طيب، يعني حتى الآن ترامب فائز ب 23 صوت في المجمع الانتخابي، نعم؟
صحيح، ولكن هذه هي الولايات هي محسومة، هناك ولايات ولكن يسمونها هي مقابل، ولكن مقابل 3 أصوات فقط لهاريس في المجمع الانتخابي. صحيح. هناك في الولايات المتحده الامريكيه 50 ولايه، هناك ولايات محسومه للحزب الجمهوري او الحزب الديمقراطي، ولكن بسبب هناك فارق الوقت بين الساحل الشرقي والساحل الغربي، هناك فارق وقت 3 ساعات، فالولايات التي قامت باعلان النتائج هي ولايات مثل كنتاكي وانديانا وساوث كارولاينا، هي ولايات محسومه للجمهوريين. الان بعد اعتقد نصف ساعه او ساعه ستكون هناك، ستغلق الانتخابات في الولايات الديمقراطيه، ستكون هناك موجة ديمقراطية ستعدل الكفة. كما قلت لك هناك تقريبا 43 ولاية محسومة لكل الحزبين، ولكن الولايات الغير محسومة هي 7 ولايات: نيفادا، أريزونا، كارولاينا الشمالية، ويسكونسون، ميشيغان، أند جورجيا. نعم، حالة الاستقطاب التي تحدثنا عنها هل بتعني انقسام في المجتمع الأمريكي، وهل هو غير مسبوق أم شاهدناه من قبل؟ هو ليس انقسام قد ما هو استقطاب، هناك اولويات. كمثال اضرب لك فيما يخص النساء الغير متزوجات او النساء ذات الاعمار بين ال20 وال30، لهم تركيز كبير على حاله الاجهاض، على عكس الرجال الذين يركزون على الاقتصاد. هي ليس قدر استطاعه قدر ما هي اولويات لتلك الشريحه او تلك الشريحه. هناك من ينظر يقدم الاقتصاد على الاجهاض، وهناك من يقدم الاجهاض على الاقتصاد، وهكذا، هو يعتمد على الاولويات تلك الشريحه. طيب، إذا كانت النساء يعني بتميل أكثر إلى الحزب الديمقراطي نتيجة لهذه الأمور التي ذكرتها، كيف هو الحال بالنسبة للشباب؟ يميل إلى أي من الحزبين؟ بصورة عامة المجتمع الشاب وخاصة المجتمع العشرين يميل إلى الأفكار الليبرالية اليسارية، أي أنه يميل إلى الحزب الديمقراطي، ولكن على المستوى الآخر الذين يقدمون على التصويت هم ذو الأعمار الكبيرة في ال40 أو في ال50، فهنا تكون الكفة متساوية بين الشريحتين، المرشحين والشريحتين، سواء كانت الشابة أو ذات الأعمار المتقدمة. عبر زوم من فلوريدا كنت معنا دكتور فاضل اليونس، باحث في الشأن الأمريكي والشرق الأوسط. أشكرك شكرا جزيلا.